أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام بكل الخير، وأهلا بكم إلى نشرة السادسة. هذه أبرز ما فيها من عناوين. جماهير شعبنا في المحافظات الجنوبية تشيع كوكبة جديدة من الشهداء. وفد طبي متخصص وعشرات الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية تصل قطاع غزة. مسيرات وفعاليات عدة تعم مدن وقرى الداخل تنديدا بمجزرة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. شيعت جماهير شعبنا في المحافظات الجنوبية كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا بنيران الاحتلال على الحدود الشرقية للمحافظات الجنوبية في ظل المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال خلال اليومين الماضيين. تقرير محمد أبو حطب. لا زال المشهد الدموي الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة متواصل، فهذا الكيان الذي يستمد قوته من دول الظلم في هذا العالم يستمر بالقتل والاستهداف والاعتقال لكل من يفكر بالتعبير عن رفضه للاحتلال وجرائمه. فدول العالم تقف عاجزة عن اتخاذ قرار بمعاقبة الجناة على الرغم من وضوح الجريمة. هذا الاحتلال لا نتوقع منه إلا أن يستهدف المدنيين الفلسطينيين ديدن، ومنذ احتل فلسطين عام 48 ويستهدفنا كفلسطينيين. أجدادنا قبل 70 عاما لم يكونوا يحملوا أي سلاح، وطردهم من أرضهم وقتل المئات والألاف منهم، وبالتالي قتله للفلسطينيين في كل وقت وفي كل زمان وفي كل أوان هو أمر معتاد وهو الأمر المتوقع. بقلوب حزينة على لوعة الفراق شيعت جماهير المحافظة الوسطى بغزة كوكبة جديدة من الشهداء ليلحقوا بقافلة الكرام الذين مضوا على طريق الحرية والكرامة، وهم يتصدون بكل شجاعة لآلة القتل الهمجية التي تتنكر لحق وجودنا على هذه الأرض. هذا هو الاحتلال، هذا هو العدو الصهيوني الذي لا يترك لا شابا ولا شيخا ولا طفلا إلا ويرميه بالرصاص الحي القاتل. جرائم ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك طريقا إلى النصر وإلى تحرير أرضنا ومقدساتنا وبلادنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا المشهد المأساوي الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي على حدود القطاع إنما يعبر عن مدى العنصرية والحقد على هذا الجيل الذي فاجأهم بصلابة انتمائه وتشبثه بأرض الوطن. محمد أبو حطب، تلفزيون فلسطين، المحافظات الجنوبية. بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس وبإعاز من وزير الصحة وصل وفد طبي متخصص إلى المحافظات الجنوبية لمساندة الأطقم الطبية في مشافي القطاع، فيما استقبلت مخازن الوزارة في غزة 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية بقيمة 3 ملايين دولار. مزيد من التفاصيل في تقرير صفاء الهبيل. 20 شاحنة أدوية مختلفة وصلت من مخازن وزارة الصحة في رام الله إلى مخازن الوزارة في المحافظات الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية نتيجة استنفادها لعلاج المئات من مصابي أحداث مسيرات العودة الكبرى. استقبلنا بالأمس شحنة من الأدوية من قبل وزارة الصحة في رام الله من مخازن الوزارة بنابلس باتجاه مشافي القطاع، إضافة إلى استقبالنا لوفد طبي مكون من 4 أطباء متخصصين في جراحة الأوعية الدموية والمخ والأعصاب وأيضا جراحة الأطفال وكذلك طب الطوارئ. بدأوا بالأمس بمتابعة العمل ومتابعة المهام في مجمع الشفاء الطبي، وتم إعطائهم الجدول مع بمشاركة الطواقم المحلية، وهذا الموقف المسؤول من معالي وزير الصحة نقدره ونثمنه. شاحنات أدوية متنوعة، الأدوية المثلجة الخاصة بالتطعيمات ومرضى السرطان، أدوية التخدير واللوازم الطبية كخيوط التقطيب الخاصة بجراحة الأوردة والشرايين. طبعا هذا كان تنسيق، كل الشكر لمعالي وزير الصحة الدكتور جواد، كل الشكر للإخوة القائمين على مستودعات رام الله، بحيث
تكون هذا التوريد مستمر، لأن غزة بحاجة إلى هذا التوريد المستمر، وحاجة غزة من الدواء كبيرة جدا كما يعلم القاصف الدني. وفي مجمع الشفاء الطبي باشر عدد من الأطباء المختصين في جراحة الأوعية الدموية والأعصاب والعظام والأطفال تنفيذ عمليات جراحية ودعم ومساعدة زملائهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين جراء استهداف المدنيين الهمجية من قبل جنود الاحتلال في مسيرات العودة. كمية الحالات كمية كتير كبيرة، الأعداد فوق التصور. احنا لما وصلنا هون لقينا الطاقم الطبي اللي اصلا موجود في مجمع الشفاء الطبي وزملائنا اخصائيين الاوعيه الدمويه، بصراحه يعني قايمين بواجب اكثر من انه يوصف، شغل كثير رائع، الحالات كلها مشغوله بشكل كثير كويس، مرينا على معظم الحالات الموجودين في المجمع. الشغل كثير كويس ولكن الضغط عالي جدا، الضغط عالي جدا. ليس بدءا بتسيير شاحنات الأدوية لمخازن الصحة في القطاع، فهي ليست المرة الأولى أو بمهام إفاد أطباء ومختصين للمشافي، فالحاجة الملحة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين وتقديم المساعدة للطواقم الطبية ينبع من مسؤولية وزارة الصحة المنوط بها وبالحس الإنساني والوطني رغم المصاعب والمعيقات التي تواجهها. من مجمع الشفاء الطبي، صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين. المزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا في الاستوديو المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار. أهلا بك معنا سيد أسامة. أسعد الله غساءكم أنتم وكل أبناء شعبنا. أهلا بك. يعني مستشفيات قطاع غزة أعلنت حالة الطوارئ منذ اليوم الأول لبدء المواجهات، ونتحدث اليوم عن هذه الشحنة التي كانت بإعاز من السيد الرئيس وأيضا من وزير الصحة، وهذه المساندة والدعم من قبل وزارة الصحة لمشافي قطاع غزة. يعني كما ذكرت هي ليست الشحنة الأولى من الأدوية، مستمرون نحن بإرسال مستلزمات الطبية بكافة أنواعها ومستهلكات طبية وأدوية وقطع غيار للتجهيزات الطبية الموجودة هناك، وحتى بعض الأجهزة الطبية والأدوات المستعملة في الجراحات المختلفة أو في كل أقسام المستشفيات نعمل على إرسالها بشكل دوري. الشحنة الأخيرة كانت عبارة عن 20 شاحنة، حصل بعض التأخير هنا وهناك، ولكن الشاحنات الأخيرة بدأت بالدخول منذ يوم أول من أمس، ونتأمل أنه يستمر دخول الشاحنات، وهناك شحنات أخرى يتم التجهيز لها خلال الأسابيع القادمة أيضا سيتم شحنها إلى قطاع غزة. وأعتقد أنه الوضع اللي تحدثوا عنه الزملاء حتى من الطواقم الطبية، نعم في قطاع غزة مستشفياتنا وضعها صعب جدا نتيجة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وبحاجة إلى كل الدعم والمساندة وبحاجة إلى كل الجهود اللي تبذل الآن من وزارة الصحة الفلسطينية سواء على المستوى الوطني المحلي بإرسال ما نملكه إلى قطاع غزة أو مع المؤسسات الدولية الشريكة مع وزارة الصحة، والطلب منها أن تساهم بسد النقص الموجود في قطاع غزة عبر طرق ووسائل أخرى سواء بإدخالها عن طريق مصر أو بالطرق التي هي تراها مناسبة. نحن لا نمانع ذلك، وبالتالي هناك أيضا شحنات أدوية ستصل من منظمة الصحة العالمية عبر جهات دولية أخرى إلى قطاع غزة بناء على التنسيق اللي تم من خلال وزارة الصحة الفلسطينية. طيب سيد أسامة، يعني بالحديث عن هذه النقطة نتحدث عن جهوزية المشافي في قطاع غزة، نحن نعلم بأن ألاف المصابين يتوافدون إلى هذه المشافي، ما هي مدى جهوزيتها؟ ونعلم بأن هناك جهود حثيثة تبذل، ولكن يعني يبقى هناك نقص في ظل الظروف الصعبة والمريرة التي تمر بها هذه المشافي، أيضا من ماذا تنقص بشكل أساسي؟ يعني أولا هناك صعوبات جمع حقيقة يعني تعاني منها مستشفياتنا في قطاع غزة، قضية التطوير فيها نواجه صعوبة كبيرة جدا بهذا الأمر، هذا يحتاج إلى جهود كبيرة جدا، وأيضا يحتاج إلى جهد له علاقة بالإدارة هناك أن يفسح المجال لنا كوزارة الصحة أن نمارس عملنا بشكل حر في داخل وزارة الصحة حتى نستطيع أن نقوم بما هو مطلوب فعليا القيام به، والتعاون مع المؤسسات الدولية بشكل منفتح حتى نستطيع أن نصل إلى كل مرفق من مرافقنا في قطاع غزة وأن نوصل ما نستطيع إيصاله لهم. الوضع لا يمكن الاستمرار فيه بهذه الطريقة. الجهد اللي بذل مع المواطنين المصابين مع أبناء شعبنا المصابين حقيقة الطواقم الطبية بذلت جهد أكثر من طاقتها العادية، لأنه حجم الإصابات التي وصلت لا يمكن استيعابه بأي طريقة من الطرق في أي مستشفيات مهما كانت تجهيزاتها، حتى آلاف المصابين نتحدث بالرصاص الحي، إصابات متنوعة في كل أجزاء الجسم في كل أعضاء، وبالتالي هذا بالفعل كانت جهود جبارة جدا
أن نحافظ على حياة هذا الكم من أبناء شعبنا في ظل ظروف صعبة، في ظل إمكانيات منقوصة، وفي ظل واقع أليم موجود في قطاع غزة من حصار ومن إطار حكم يسيء إلى قطاع غزة أكثر مما هو قائم الآن. طيب سيد النجار، يعني بالحديث عن الجرحى والمصابين الذين نعلم بأن قوات الاحتلال تقوم باستهداف المناطق السفلية من أجساد المتظاهرين، هل هناك أي خطة للتعامل مع هؤلاء الجرحى، سواء بإفادة مزيد من الأطباء لإجراء العمليات الجراحية أو حتى بإرسالهم إلى الخارج لاستكمال علاجهم؟ يعني دعينا نوضح شيء مهم جدا، وهذا أقرته كل المنظمات الدولية بناء على بعثات أرسلت من طرف وزارة الصحة الفلسطينية عبر أكثر من جمعية دولية فيما يتعلق فقط بالإصابات في المناطق السفلية من الجسم، أن إسرائيل تستهدف إيجاد أكبر عدد ممكن من الإعاقات في أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ الحرب الأولى والثانية والثالثة على قطاع غزة إلى هذه المظاهرات، مظاهرات العودة. نتحدث هنا عن آلاف المعاقين حركيا الذين أصيبوا وبترت أطرافهم نتيجة هذا النوع من الإصابات. واضح أن هناك مقصد إسرائيلي من وراء ذلك، أن يكون هذا العدد الكم من الإعاقات في أبناء شعبنا، وهذا الأمر نحن نشرناه بشكل واضح وأرسل إلى كل المؤسسات الدولية لنقول لهم أن هذا الاحتلال لا يكتفي فقط بالقتل ولا يكتفي بالحرق وبالتدمير وبكل هذه الأمور، وإنما أيضا يريد أن يبقي شواهد على إجرامه من خلال هذه الإصابات التي تؤدي إلى الإعاقة والبتر وكل ذلك الأمر. إرسال الطواقم الطبية كان جزء الهدف منه أيضا، اللي هو المساهمة والمساعدة، وخاصة جراحات الأوعية الدموية، نتحدث عن العظام أو جراحات الأعصاب تتعلق في منع بتر أعضاء هؤلاء الناس المصابين، وخاصة أن الكثير من بترة أطرافهم كان أحيانا عدم القدرة على السيطرة على تهتك الشرايين والأعصاب والعظام اللي يصيب الأطراف، وبالتالي كان لا يوجد حل إلا بتر الطرف. وبالتالي حسب ما أعلمنا اليوم من التقارير التي وردت من رئيس الطاقم الطبي الدكتور فضل البطران، أنه أجريت عمليات نوعية كبيرة جدا. الدكتور رائد سعيد أخصائي أوعية دموية منذ يوم الأمس أنهى عمله بالأمس الساعة 12 ليلا آخر عملية، وبدأ عمله اليوم منذ الصباح الباكر بإجراء عمليات، أكثر من 30 عملية مركزية وكبيرة صارت أجريت حتى الآن فقط جراحات الأوعية الدموية، ناهيك عن الأعصاب وطب الطوارئ وكل الجراحات الأخرى اللي الطواقم الطبية ما زالت للآن تقوم بها في مستشفيات قطاع غزة. بالتأكيد كل الشكر للطواقم الطبية والأطباء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. شكرا جزيلا لك، أناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية سيد أسامة نجار على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك. في الخليل، شيع أهالي بلدة سعير في محافظة الخليل جثمان شهيد إدريس جبارين إلى مثواه الأخير وسط حضور رسمي وشعبي. كان جبارين ارتقى جراء استنشاقه الغاز السام الذي أطلقه جيش الاحتلال خلال مواجهات وقعت في المحافظة أمس. تفاصيل أوفى في تقرير سامية أبو شرخ. الاحتلال الذي ارتكب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة كان آخرها استشهاد طفلة 8 شهور في الذكرى 70 لنكبة فلسطين، واليوم يكمل جرائمه ويستهدف كبار السن هنا في سعير شمال الخليل. في موكب جماهيري شيع الأهالي الشهيد إدريس الجبارين 59 عاما إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في سعير. نحن نتعرض لجرائم الاحتلال سواء في محافظاتنا الجنوبية في قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، باستمرار الإسرائيليين يستهدفون كبار السن والأطفال. يوم أمس ودعنا طفلة في أشهرها الأولى من حياتها، واليوم نودع هذا الشهيد اللي تعمد الاحتلال أن يوجه له هذه الغازات السامة. هذا الكهل الذي استنشق الغاز المسيل للدموع الذي يستخدمه الاحتلال في قمع المسيرات السلمية التي انطلقت في ذكرى النكبة لإعلاء صوت الحق بوجه محتل لا يعرف للرحمة عنوان، أدى إلى استشهاده فورا، دليل على أن الاحتلال يستخدم أدوات قمع تهدف إلى تصفية الفلسطينيين وقتلهم. نطالب الدول بتشكيل لجان دولية للتحقيق في نوع هذا الغاز، لأنه غاز سام
وغير معروف، لأنه عندما يستنشقه أي شخص يحس فيه ثقل في نفسه ويؤدي إلى الاستشهاد، وهذا ما حدث مع شقيقي إدريس جبرين عندما استنشق الغاز لم يتحمل صعوبة، صار عنده صعوبة تنفس وسقط مغشيا عليه على الأرض. في ذكرى النكبة الفلسطينية تتوالى النكبات على الشعب الفلسطيني، فجرائم الاحتلال كانت ولا زالت لا تفرق بين كبير أو صغير. جبرين شهيد جديد بفعل غازات الاحتلال السامة، أبى إلا أن يستنشق نسيم الشهادة ويلتحق بموكب الشهداء. من سعير شمال الخليل، سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين. في الشأن الرئاسي، تلقى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اطمأن فيه على صحة سيادته. وأدهن الملك سلمان بشدة جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، هذا وأبلغ خادم الحرمين الشريفين السيد الرئيس بأن السعودية بصفتها رئيسا للقمة العربية ستدعو لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء للخروج بموقف عربي موحد ضد جرائم الاحتلال، مؤكدا وقوف السعودية إلى جانب فلسطين وقضيتها. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينا أن الخطوة الأمريكية المتمثلة بفتح البؤرة الاستيطانية الأمريكية في القدس المحتلة وتحريض سفرائها في الأمم المتحدة وإسرائيل جعلت الإدارة الأمريكية شريكة في العدوان على شعبنا. أبوردينا أكد أن السياسة الأمريكية التي أدت ومنذ الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها إلى استشهاد مئات المواطنين شجعت المتطرفين الإسرائيليين على الاستمرار في أفعالهم واستيطانهم واستمرار عدوانهم على شعبنا. اعتبر أن الاستفزاز الأمريكي والاستهتار بالعالم العربي والمجتمع الدولي ساهم في زيادة عدم الثقة وسقوط وهم إقامة سلام مع العرب من دون الجانب الفلسطيني، وذلك من خلال تجاوز مبادرة السلام العربية والمساس بالتوازن الوطني والقومي. وأضاف أبوردينا أن المنطقة تتعرض لحالة إرباك في مرحلة تعج بالمشاكل وعدم الاستقرار، الأمر الذي يتطلب موقفا فلسطينيا وعربيا موحدا لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي على المقدسات والحقوق الوطنية وعلى قرارات الشرعية الدولية. وأكد أبوردينا أن التاريخ الطويل من إراقة الدماء الفلسطينية والعربية نتيجة هذه السياسة يتطلب إعادة تقييم ودراسة لحالة الفراغ السياسي وإنهاء حالة الوهم من أجل تحسين الموقف الوطني والقومي وسط سياسة معادية ومؤامرات تحاك وتحديات متعددة للنيل من الهوية الوطنية لدول المنطقة بأسرها. وشدد على أن تضحية شعبنا وصموده وثبات موقف قيادته الوطنية ستبقى الرافعة الحقيقية للوصول إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. من جهته، أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير صائب عرقات عن رفضه المطلق لقيام حكومة غواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس. وأكد عرقات أن الرواية التي تروجها حكومة غواتيمالا تعكس مدى دعمها المطلق للاحتلال والحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن استخدام غواتيمالا للإنجيل المقدس والمسيحية كذريعة لنقل سفارتها إلى القدس يكشف النقاب عن الطبيعة الأصولية للنظام الإسرائيلي وحلفائه. من جانبها، نددت الحكومة الأردنية بقرار حكومة غواتيمالا نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن قرار غواتيمالا غير مسؤول ومن شأنه أن يذكي أعمال العنف في المنطقة ويشجع إسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي، مؤكدا أن الأردن بصفته القائم على رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يدين ويستنكر بأشد العبارات مثل هذه الخطوة. وأضاف أن قرار حكومة غواتيمالا يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
مشددا على أن الأردن سيبقى السند الأقوى للشعب الفلسطيني الذي يقدم قوافل شهداء دفاعا عن حقه بإقامة دولته المستقلة. هذا وكانت غواتيمالا افتتحت بشكل رسمي سفارتها في القدس المحتلة، وذلك بعد يومين من نقل البؤرة الاستيطانية السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أيضا. تقرير كريستين ريناوي. بعد 48 ساعة على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، حذت غواتيمالا حذو واشنطن ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس في عدوان متواصل ضد شعبنا وأرضنا. تدشين سفارة غواتيمالا تم في حفل باهت حضره رئيسها جيمي موراليس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. طبعا سنشاهد بعض الدول الصغيرة الموالية للولايات المتحدة ستفتتح سفارات، لكن هذا لا يغير شيء على أرض الواقع. السفارة غير شرعية وغير قانونية وهي بؤرة استيطانية. المطلوب من المقدسيين ومن الشعب الفلسطيني ومن القيادة الفلسطينية أن لا تركع أمام هذه الإجراءات وأن تواصل المسيرة سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الدبلوماسي. الفلسطينيون قيادة وشعبا اعتبروا نقل السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية أمريكية أقيمت على أرضهم، وفي المنطقة ذاته يتعاملون مع الاعتداء الجديد الذي ارتكبته غواتيمالا وقد تقدم عليه غيرها من الدول كهندوراس وغيرها. هذه أيام عصيبة، أيام صعبة على القدس بسبب الشهداء، بسبب أيضا الجرحى، بسبب هذه الإجراءات في حق القدس، أيضا فيما تقوم به باقي الدول، زيادة اعتداءها على القدس، اعتداءها على حق الشعب الفلسطيني. مراسم التدشين أقيمت في مجمع إداري قرب موقع السفارة الغواتيمالية جنوب غرب القدس، تحديدا على أنقاض قرية المالحة التي هجر أهلها إبان النكبة في صفعة للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية. على أرض قرية المالحة المهجرة منذ العام 48 تدشن غواتيمالا سفارتها في القدس المحتلة غداة ذكرى نكبة الفلسطينيين 70 في إمعان صارخ للاعتداء على شعبنا وتاريخه وهويته. كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، العاصمة المحتلة. إلى ذلك استدعت وزارة الخارجية والمغتربين سفراء فلسطين لدى كل من رومانيا والتشيك وهنغاريا والنمسا للتشاور معهم على إثر مشاركة سفراء تلك الدول في حفل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وإعلان المدينة المقدسة عاصمة موحدة لإسرائيل. اعتبرت الخارجية أن هذه المشاركة مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على أن القدس هي أرض محتلة منذ العام 67 وتمنع الدول من نقل سفاراتها إليها، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاستدعاء جاء للتشاور مع السفراء حول مواقف تلك الدول ومدى التزامها بمواقف الاتحاد الأوروبي. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل وزارة الخارجية والمغتربين تيسير جرادات. أهلا بك معنا دكتور جرادات. يعني بداية، كيف تنظرون إلى موقف هذه الدول التي شاركت بإقامة هذه البؤرة الاستيطانية؟ يعني هي هذه الدول الأربعة شاركت في حفل إقامة وزارة الخارجية الإسرائيلية تحت عنوان احتفال بالقدس عاصمة لإسرائيل وعلى ضوء نقل السفارة الأمريكية إلى أي شاركت احتفال أقيم بوزارة الخارجية الإسرائيلية. هذا طبعا هو يعني مخالف للقانون الدولي ومخالف للوضع الطبيعي لمدينة القدس كأرض محتلة، وبالتالي هذا الموقف من هذه الدول استدعى أن نتشاور مع سفرانا، أن نستدعيهم في أربع دول للمشاورة ولأخذ وجهات النظر والتواصل مع هذه الدول لمعرفة موقفها بالضبط من القانون الدولي، لمعرفة موقفها كدول في الاتحاد الأوروبي. كما هو معروف
دول الاتحاد الأوروبي لها موقف واضح وصريح وقوي وثابت في موضوع نقل السفارة وفي موضوع الاعتراف بالقدس. وقبل 3 أو 4 أيام كان هناك بيان من الاتحاد الأوروبي يؤكد على هذا الموقف، لكن 3 من هذه الدول هي رومانيا والتشيك وهنغاريا لم توافق على إصدار هذا البيان، وبالتالي لم يصدر البيان لأنه يصدر بالإجماع في الاتحاد الأوروبي. إضافة للنمسا التي حضرت مع هذه الدول، نحن استدعينا السفارات، وهذه يعني إجراء دبلوماسي في العلاقات الثنائية بين الدول، نستدعي السفير نتشاور معه حول كيفية طرح هذا الموضوع مع هذه الدولة، وحتى يعني تقوم هذه الدول بمراجعة سياستها. هذه الدول معظمها تعترف بدولة فلسطين وتمثيلنا فيها على مستوى عالي، وبالتالي هي تخالف القانون الدولي، لذلك احنا تم استدعاء هؤلاء. طيب دكتور، يعني السيد الرئيس كان قد قرر استدعاء ممثل مكتب منظمة التحرير في واشنطن حسام زملوت، ماذا بعد هذه الخطوة؟ ما هي الخطوة القادمة في هذا الإطار؟ يعني أيضا استدعاء السفير حسام بعد كل هذا الذي حدث، وبعد أن أصبح نقل السفارة الأمريكية أمرا واقعا، وبالتالي يجب أن تصل رسالة من هذا، هي رسالة احتجاج عندما نستدعي سفيرنا في واشنطن أو ممثل منظمة التحرير هناك لإيصال هذه الرسالة. خطوات أخرى على هذا الطريق سمعتم عنها، تقررات القيادة الفلسطينية والتوجه إلى مجلس الأمن، وكل هذه الحركة الدبلوماسية والحركة السياسية الفلسطينية. اجتماع اليوم كان على مستوى المندوبين في الجامعة العربية، وغدا اجتماع على مستوى وزراء الخارجية دعت إليه السعودية، واعتقد انه يعني اتخاذ مشروع او قرار مشروع على تشكيل لجنه يعني خاصه بمتابعه موضوع نقل السفاره والاعتراف الامريكي، تكون مهمتها يعني الحد من تبعيات هذا القرار الامريكي، وايضا كاجراء وقائي من الدول التي تفكر بنقل سفاراتها او تعمل على شكرا. متابعة أو يعني تتبع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص. نعم، شكرا جزيلا لوكيل وزارة الخارجية والمغتربين دكتور تيسير جرادات، كنت معنا عبر الهاتف. في القاهرة انطلقت اليوم أعمال دورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين لبحث تداعيات نقل البؤرة الاستيطانية السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. ويأتي هذا الاجتماع لتحضير الاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الذي سيعقد يوم غد الخميس، وذلك بناء على طلب من السعودية لبحث تداعيات نقل السفارة. تقرير نجوى يونس. نقل السفارة الأمريكية والمجازر المستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. دعا جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين يعقبه اجتماع وزاري الخميس. كان هنالك إجماع على مشروع القرار الذي سوف يرفع لأصحاب المعالي أصحاب السمو والمعالي الوزراء غدا إن شاء الله في اجتماعهم غير الاعتيادي. أنا أعتقد أن الإجماع الذي تم حول مشروع القرار يعكس الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية وحول القدس. إذن آثر المندوبون الدائمون عدم الإفصاح عما خرج من مشروع يقدم لوزراء الخارجية خلال اجتماعهم عصر الخميس. وفي سؤال لنا حول ما إذا كان هذا الاجتماع الفرصة الأخيرة للعرب لإثبات جديتهم بقرارات مزيلة بآليات لحماية الشعب الفلسطيني، تم التأكيد على أن القرارات التي ستخرج هذه المرة سوف تلبي في إطارها السياسي ما يطمح له الشعب الفلسطيني. الموقف هو موقف سياسي، وهو أقصى درجات المواقف السياسية التي يمكن لمجلس الجامعة أن يتخذها في مواجهة هذا الذي يحدث، في دعم للصمود الفلسطيني بمختلف الأشكال، في رفض لهذه القرارات، في زي ما قلنا تكليف للأمانة العامة بوضع خطة للتحرك. الاجتماع الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية نظرا لتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أكد مجددا على التفاف العرب حول فلسطين قيادة وشعبا، مؤكدين أن العرب لم ولن يتخلوا عن قضيتهم المركزية
القضية الفلسطينية. هذا الاجتماع كان اجتماعا بناء كما تفضل سعادة السفير، واجتماعا مثمرا تم التوافق فيه ومن خلاله على مشروع قرار سوف يوضع يوم غد أمام أصحاب المعالي وزراء الخارجية لاعتماده، وهو يمثل الموقف العربي الأصيل الذي أكدته الاجتماعات السابقة وأكدته قمة القدس في الظهران. إذن ما علينا سوى الانتظار والصبر، ولكن يبدو في الأفق أمل قوي بخروج الوزراء العرب بقرار جريء مزيل بآليات تكون بمثابة حائط صد لحماية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، من مقر جامعة الدول العربية، القاهرة. إلى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن مجلس حقوق الإنسان والذي يضم 47 دولة سيعقد جلسة خاصة يوم الجمعة لبحث تدهور وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء في بيان صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الجلسة الخاصة ستعقد بناء على طلب رسمي قدمته فلسطين ودولة الإمارات العربية باسم المجموعة العربية وأيدته 26 دولة حتى الآن. من جهته، أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن قلقه الشديد حيال دوامة العنف بعد استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. قال البابا إنه يشعر بالقلق الشديد لتصعيد التوتر في الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وحيال دوامة العنف التي تبعدنا أكثر وأكثر عن الحوار والمفاوضات. وأعرب البابا عن ألمه الشديد لسقوط قتلى وجرحى، مجددا التأكيد على أن اللجوء إلى العنف لم يؤدي أبدا إلى تحقيق السلام. عم الإضراب الشامل مدن وقرى أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر احتجاجا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وعلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. هذا وعمت المسيرات والفعاليات الأراضي داخل الخط الأخضر تأكيدا على لحمة الشعب ووحدة التصدي للسياسات الإسرائيلية الإجرامية. تقرير سلام مشرقي. من شوارع الجليل حتى مفارق النقب والمثلثين الشمالي والجنوبي، خرج الأهالي داخل الخط الأخضر بمظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف مطلقين صرخة واحدة منددة بالإرهاب الذي يمارس في غزة والضفة وباغتصاب الأرض وقتل حلول السلام الذي تجلى بنقل السفارة الأمريكية إلى العاصمة القدس. هذه المظاهرة هي واحدة من عدة مظاهرات تجري في هذه الساعة في مختلف أنحاء البلاد، والهدف الأساسي هو طبعا أن نواصل المعركة بأن لا ينكس العلم، علم الشهداء، علم غزة، علم العودة، علم القدس. واليوم هذه المشاركة الواسعة وفي نفس الوقت تجري في ملفحم وفي حيفا وفي رهط وغيرها، نريد أن نوصل رسالة واضحة بأن هذا العلم الذي أرادوا إنزاله أمس أمام سفارة أمريكا في القدس لن ينكس أبدا، وسيبقى علم فلسطين هو علم القدس. نرسل رسالة اللحمة، لحمة أبناء الشعب الواحد تجاه غزة العزة. هذه المجزرة 61 شهيد ارتقوا برصاص قناصة الاحتلال. نحن هنا لنؤكد على أننا شعب واحد وعلى أن صوتنا سيبقى صوتا مجلجلا يقف مع هذا الشعب الجبار، غزة التي تقود بالدم مسيرة هذا الشعب نحو الحرية. حناجر شابة جلجلت شوارع الداخل بصرختها التي دوت معلنة وحدة الصف والموقف ضد العدوان الإسرائيلي وسياسات الحكومة الإسرائيلية التي اغتالت أرواح الشهداء بدم بارد، وأصرت على الاستمرار بفرض نكبة ثانية على الشعب الفلسطيني في الذكرى 70 للنكبة. لا يمكن السكوت على جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة نتنياهو. في الوقت الذي كانوا يرتكبون المجزرة كانوا يشربون الشمبانيا في السفارة الأمريكية الجديدة، وكانوا
يهاجمون التظاهرة السلمية التي كانت لنا في الخارج. القضية قضية أساسية ومركزية. الشعب الفلسطيني قرر أن يقاوم، وقرر أن يقاوم بشكل شعبي وشكل سلمي، وحكومة نتنياهو قررت أن تكون مجرمة حرب وقررت أن تستمر في غيها، وعلينا التصدي لذلك. برنامج حافل بالخطوات الاحتجاجية أقرته لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية داخل الخط الأخضر، تخللته مظاهرات مركزية وإضراب شامل وعام ويوم غضب أعلن يوم الجمعة المقبل بالتحام مطلق مع أبناء شعبنا وتصد موحد ضد منظومة القمع والإرهاب. من الجليل والنقب حتى القدس وغزة، صرخة واحدة تندد بسياسات القمع والإرهاب التي اغتالت الإنسان لتبرر سلب الأرض والعاصمة الأقدس والأحق. من قرية مجد الكروم في الجليل، سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين. وثق فيديو تعمد جيش الاحتلال استهداف المدنيين العزل خلال مسيرة العودة، مرتكبين بذلك أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا. فؤاد جرادة والمزيد. لا زالت أرض الحدود تحكي مزيدا من روايات الصمود. وهنا غزة، هنا تنطلق التكبيرات من سيدة تحدت بحنجرتها الضعيفة أزيز رصاص الاحتلال، واستطاعت بصراخها أن تشكل طوق نجاة لشباب أعزل محاصر ونجا منهم من نجا. يلا يا حبيبي يلا كمان، خلاص خليه خليها لسعادة. يلا 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 يا حبيبي يلا، هجي صعب مبدحان يلا يا اخوي. في الواقع هذه قصة رصدتها عدسة هاتف ذكي لأحد المحاصرين تحت مرمى النيران. أربعة شباب حاصرهم قناصة إسرائيليون بعد أن أصابتهم بشكل مباشر في فعاليات مسيرة العودة السلمية، ومناضلة بعثت فيهم روح القوة والعزيمة في مشهد عجزت عن شرحه تراكيب الجمل والكلمات. هذه الماجدة لم تعرف الخنوع يوما، وهذا الجريح بالكاد يقوى على الزعف، ولكن كلاهما يعرفان جيدا أن هذه الأرض تستحق الصمود وانتزاع الحياة من أنياب الردى، وبالفعل انتزعوها بسلاح الدعاء والإرادة، وبمنطق حساباتهم قد انتصر. يا شباب يا الله يا الله، نجيتك كما نجاك ابراهيم في النار ونجاك موسى. يا ابو يوسف هات سياره سياره يا عمي ابو يوسف. ليست المره الاولى التي تحمي فيها فلسطينيه ظهر ثوره، فقد شكلت في كل المواقع مشعلا لنيران المواجهه. وعلى الإنسانية أن تشكر التكنولوجيا التي استطاعت أن توثق المشهد، تماما كما على المتخاذلين أن يخجلوا من سيدة انتصرت على جيش يزعمون أنه لا يبخر وهزمت رجولتهم المزيفة، رجولة قيدت فقط في إشعارات وشهادات الميلاد. فؤاد جرادة، تلفزيون فلسطين. نظمت سفارة فلسطين في الكويت اعتصاما منددا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة، وأحياء لذكرى 70 للنكبة بمشاركة نواب من مجلس الأمة الكويتي وشخصيات سياسية وشعبية. تقرير غازي الشمري. الغضب الممتد من القدس إلى شتى بقاع الأرض، يمر في الكويت اعتصاما وتظاهرا وصوتا عاليا ضد العدوان الإسرائيلي على الإنسان والوطن. من السفارة الفلسطينية هتفت الجموع في ذكرى النكبة: القدس عاصمة فلسطين الأبدية. يريدون أن يثبتوا الباطل كحقيقة، وكمن يكذب الكذبة ويبقى يكذبها حتى يصدقها، وهذا بالنسبة إلينا لن يحصل ولا يعني شيء. وكنا قد ذكرناها من قبل بأن كل هذه العملية بالنسبة لنا ما هي إلا حبر على ورق، ولن تغير الوضع القانوني لفلسطين ولشعب فلسطين وللقدس بأنها عاصمة دولة فلسطين الأبدية. رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم شارك في الاعتصام وثبت موقفا كويتيا بكلمات مساندة قالها. موقف الكويت في مجلس الأمن عندما قال السفير بأننا مع الفلسطينيين فيما يرونه فيما يشاؤونه، هو فعلا يمثل
ضمير وإرادة الشعب الكويتي، مجلس الأمة الكويتي الذي بدوره يمثل كل الشعب الكويتي، فقد أصدر اليوم بيان واضح بخصوص هذه القضية وتم التصويت عليه بالإجماع. مواطنون وممثلو جمعيات وهيئات سياسية واجتماعية وقفوا إلى جانب سفراء ودبلوماسيين من مختلف دول العالم ليسجلوا موقفهم ضد التعسفات الإسرائيلية. هذا أمر مرفوض، مرفوض عربيا، مرفوض إسلاميا، مرفوض عالميا، مرفوض لكل ضمير حي أن يقبل أن تفرض الأمر الواقع، الاحتلال، الإجرام الذي يخالف كل المواثيق الدولية ويخالف كل الديانات السماوية، أن يفرض بهذه الطريقة الكاوبوية التي تخالف الحقيقة الضمير الإنساني الحي. الكويت مع فلسطين قلبا وقالبا في مواجهة الانتهاكات والعدوان، هكذا تبدو الصورة التي عززها بيان من مجلس الأمة الكويتي وتظاهرة تزاحمت بها الجموع نظمتها السفارة الفلسطينية. تجمع عنوانه الرفض ثم الرفض لممارسات إسرائيلية فاقت كل حدود الإنسانية والشرف بسفك الدم وسرقة الوطن. لتلفزيون فلسطين، أحمد الشمري، الكويت. في الخليل قطع مستوطنون متطرفون أكثر من 300 شجرة عنب مثمرة في مدينة حلحول قبل أن يخطوا شعارات عنصرية بالمكان. ساري العويبي والتفاصيل. المواطن أسعد جحشن من مدينة حلحول شمال الخليل يسرد لنا طبيعة المنطقة التي تقع بها أرضه بعد أن قطع مستوطنون منها أكثر من 300 شجرة عنب مثمرة، والحسرة تعتري قلبه على هذه الأشجار التي كانت تشكل مصدر دخل لعائلته. المواطن أسعد جحشن من مدينة حلحول شمال الخليل يسرد لنا طبيعة المنطقة التي تقع بها أرضه بعد أن قطع مستوطنون منها أكثر من 300 شجرة عنب مثمرة، والحسرة تعتري قلبه على هذه الأشجار التي كانت تشكل مصدر دخل لعائلته. هذا شغل المستوطنين، شغل اليهود مش شغل عرب، هذا اللي صار. الخسائر كبير يعني مش شوية، 330 ديلي بالضبط اللي تقطعوا. أسعد هو واحد من بين أربعة أشقاء يعتاشون وعائلاتهم من محاصيل العنب التي تنتشر على مساحة أربعة دونمات. قام المستوطنون المتطرفون باقتلاعها جميعها بطريقة همجية تدلل على العنصرية والوجه القبيح للمستوطنين الذين تركوا بصمات حقدهم بشعاراتهم العنصرية في عين المكان. فعل إجرام، فعل حاقد، فعل واحد بده يدمر البنية التحتية للمزارع الفلسطيني، بده يدمر قوته اليومي. أنا تفاجأت لما شفت العمل بهالمساحة الكبيرة. طبعا استبعدت أي واحد عادي يجي يعملها إلا بتكون في ضمن حماية أو هو كان مرتاح في العمل تبعه. الشغل كان كبير، مساحة 4 دونمات، شغل كامل ما خلاش ولا شجرة واقفة، كله مقطع مثل ما انتم شايفين واثقوا بالصور. أشجار العنب المثمرة التي يزيد عمرها على 20 عاما تعمد المتطرفون تقطيعها واقتلاعها بواسطة منشار آلي في الوقت الذي تنتظر فيه العائلة قرب موعد القطاف لتسد احتياجاتها باعتباره رمق العيش بالنسبة لها ومصدر دخلها الوحيد. رغم اعتداءاتهم العنصرية والمتطرفة لتنفيذ مخططات تهويدية في هذا المكان، إلا أن الشهد سيبقى في عنب الخليل وسيبقى إرث جيل بعد جيل وكفاح تاريخ طويل. ساري العويبي، تلفزيون فلسطين، حلحول شمال الخليل. هذا ونظمت حركة فتح في سوريا مسيرة جماهيرية في مخيم خان دانون إحياء لذكرى النكبة وتنديدا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وأكد المشاركون خلال المسيرة تمسكهم بحق العودة والثوابت الوطنية ورفضهم المطلق لخطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. إننا كشعب فلسطين، لا بالنسبة لنا الذي جرى ليس له أهمية، لأن فلسطين كلها محتلة ولا يمكن أن نرضى إلا بتحرير فلسطين وإقامة دولتنا وعاصمة القدس. تحية لشعبنا الصامد، تحية لأرواح الشهداء،
التمني للشفاء للجرحى. نحن مستمرين في نضالنا إلى وصولنا إلى حقوقنا. القدس عربية عربية عربية. من هنا من مخيم دينون، مخيم الشهداء، مخيم اللاجئين، من منصة من منصات الانطلاق في العودة باتجاه فلسطين. نحن اليوم في أقرب المخيمات إلى الوطن، نحن بعيدين عن الوطن الآن 70 كيلومتر. بنقول لشعبنا اصبروا وصابروا فإن الله معنا. نحن وأولادنا وأولاد أولادنا وأهلنا في الوطن في القدس في فلسطين المحتلة في الضفة في القطاع، كل الشعب الفلسطيني اليوم يقف وقفة رجل واحد في هذه الذكرى الأليمة وهي اقتلاع الفلسطيني من أرضه. في موضوع آخر، وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ومدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا في مقر الوزارة في رام الله اتفاق إطار لتنفيذ مشروع أتمتة وتطوير الخدمات الإدارية والقنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين. وأشار المالكي إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الإدارية والقنصلية التي تقدمها الخارجية للجمهور وتدعيمها بنظام شبكة معلوماتية متقدمة لتعزيز التواصل بين سفارات دولة فلسطين ومقر الوزارة، وبالتالي تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وللمغتربين على حد سواء. اتفاقية مهمة جدا، هي هدفها تطوير الكفاءة المتوفرة لدى وزارة الخارجية من أجل تقديم خدمات أتمتة أفضل في الجوانب الإدارية والخدماتية لوزارة الخارجية مع المجتمع الفلسطيني كان هنا أو كان في المهجر. وبالتالي هذا موضوع في غاية الأهمية، نحن نريد أن نرفع من كفاءة الأداء وزارة الخارجية. إن هذا المشروع يأتي في إطار المساعدات التنموية المقدمة من الحكومة الكورية لتطوير وتعزيز القدرات المؤسساتية لفلسطين وتعزيز التعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي ووزارة الخارجية والمغتربين من خلال هذا المشروع وغيره من المشاريع. أشاد محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان بالجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية والأهلية في المحافظة بهدف التخفيف من أعباء المواطنين الاقتصادية مع حلول شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال افتتاحه سوق القدس الرمضاني الخيري بمشاركة 40 شركة ومؤسسة تجارية والذي تنظمه هيئة الأعمال الإماراتية. وما نراه اليوم هو جهد عظيم من عدة اتجاهات، من المحافظة، من الإمارات، من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، حيث عملوا هذا المهرجان في مناسبة شهر رمضان للتخفيف من أعباء مثل ما قلت المواطن. وهناك أيضا طرود غذائية متبرع بها من ناس مستحسنين ومن هيئة الأعمال الإماراتية، سوف يتم توزيعها على الناس الفقراء في المحافظة. أوصت نتائج دراسة بعنوان فجوة ونقص المهارات في القطاع الصحي في فلسطين، أوصت بضرورة سد النقص الشديد في أعداد الأطباء والممرضين في قطاع غزة وسد فجوة المهارات التي تشكل عائقا أمام تطوير جودة الخدمات الصحية. جاء ذلك خلال مناقشة الدراسة في معهد ماس برام الله حول ما شهده القطاع الصحي من تطوير ومؤسسة التعليم الطبي وتطوير المهارة الفنية والحياتية. بحث في احتياجات القطاع الصحي الفلسطيني من حيث تنمية القوى البشرية العاملة في هذا القطاع ومواقع الضعف في هذا القطاع. الدراسة طبعا هي مسودة الآن، اليوم الورشة لبحث هذه الدراسة ومراجعتها وبالتالي تطويرها لدراسة نهائية بحيث تضع يعني على الأقل تسلط الأضواء والأنظار على الاحتياجات الحقيقية لتنمية حقيقية. ضمن فعاليات إحياء الذكرى 70 للنكبة افتتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قلقيلية جدارية العودة،
وضمت الجدارية 5 لوحات فنية تحمل كل واحدة منها رسالة وطنية أظهرت معاناة اللاجئين منذ عام 48 ولغاية يومنا هذا، مع التأكيد على حق العودة. هنا اليوم نفتتح هذه الجدارية تجسيدا وتأكيدا على تمسكنا بحقنا بالعودة وحقنا بإقامة دولتنا الفلسطينية والحرية والاستقلال والعيش كباقي شعوب العالم بحرية واستقلال. نعم، هنا في مدرسة الصديق في قلقيلة افتتحت هذه الجدارية التي تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني منذ العام 48. نظمت جامعة القدس المفتوحة فرع طوباس بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة تحرير ندوة سياسية تحت عنوان العودة حق وإرادة شعب، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 70 للنكبة. وأكد المشاركون تمسكهم بحق العودة الذي نصت عليه كافة القرارات الدولية رغم محاولة الإدارة الأمريكية شطب هذا الحق من خلال نقل السفارة إلى القدس ووقف المساعدات المقدمة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. جاءت هذه الندوة لتؤكد أن شعبنا الفلسطيني مصر على العودة وأن هناك لا تراجع عن ثوبتنا الفلسطينية. كما تعلمون فأن هذه الذكرى جاءت ودماء شعبنا الفلسطيني تروي أرض فلسطين، والاحتلال الإسرائيلي يقمع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وأيضا جاءت هذه الذكرى الأليمة على قلوبنا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبالتالي من هنا جاءت هذه الندوة حتى يكون هناك وعي لشعبنا الفلسطيني بأن العودة وعودة لاجئين الفلسطينيين هي ثابت من ثوبتنا الفلسطينية. في غزة بادرت مجموعة من النسوة على إقامة خيمة رمضانية عرضنا من خلالها منتجات غذائية متنوعة بهدف دعم النساء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع. تقرير إسلام الزعنون. لم تركن تلك النساء للظروف الاقتصادية القاهرة، بادرنا بما جادت بهن أيديهن ليكن أعمدة إقامة هذه الخيمة الرمضانية. بزوايا مختلفة يعرضن منتوجاتهن المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل. فكرة الخيمة الرمضانية اجتنا انه تدعم الهدف الاساسي، تدعم الانامل الفلسطينية، المرأة الفلسطينية، الشباب الصاعد، قد في عندنا حصار خانق، قد الظروف ميتة وقاتلة في قطاع غزة، الا انه الحمد لله بفضل الله من ولا شيء بنعمل كل شيء. المشاركين للخيمة الرمضانية اكثر من 50 زاوية. رص المشاركون الاكلات الشعبية والمشروبات الرمضانية والفوانيس والاقمشة. كل يستقطب الزبائن بأسلوب مختلف، لكن الوضع الراهن هو الفيصل الذي يؤثر على البائع والشاري في هذه الخيمة كما الأسواق الأخرى. احنا بنحاول طول الوقت انه احنا اكثر يعني اقل التكاليف نوصلها للناس، لانه احنا الوضع تبعنا صعب علينا وعلى الناس، يعني ما احنا نفس الشيء، احنا من الناس. طبعا المنتجات تاعتنا بتحتوي على جميع انواع المربيات، الحلويات، المخللات، المفتول، الكعك، المعمول، العجوة، كل ما يخص التراث والأكلات الشعبية القديمة. بما أنه الوضع الاقتصادي سيء في الفترة هاي، الحمد لله إحنا يعني نتوقع أنه يتحسن الوضع بشكل عام، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل. ونحن على أعتاب الشهر الكريم تفرض الطقوس المادية الرمضانية نفسها كما تلك الخيمة في واقع اقتصادي متردد ينسلخ عنها، حتى بات المتفرجون في الأسواق أكثر من المشترين في ظل انتصاف نسبة البطالة واكتمال العام 11 لحصار غزة. بغض النظر عن أنه مفخرة المنتجات الموجودة، إلا أنه الوضع الاقتصادي المنهار اللي عمله بيزيد وينهار بزيادة بيخلي الناس مش ما تقبلش تيجي، حتى لو هتقبل لمجرد أنه فضول تشوف الموجود، وعلى أمل تتحسن الأوضاع. الحالة المادية ستجعل من الإنسان يفقد القدرة، مش الرغبة، الرغبة موجودة ولكن القدرة يعجز الإنسان أنه يمد غيره أو حاجة، وهذا يؤلم. يعني الكلام صعب ينقال بس هذا واقع. هلت نسائم الشهر الفضيل وتناثرت طقوسه المعهودة في أركان عدة، لكن ارتطامه بالواقع الاقتصادي السيء ربما يلبسه حلة مختلفة عن السنوات الماضية. إسلام الزعنون، تلفزيون فلسطين، غزة. أما الآن مشاهدينا فننتقل بكم إلى الحالة الجوية مع الزميلة روز أبو عصب. مساء الخير روز. مساء النور ديانا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعطيك العافية.
أطيب التحيات أعزائي المشاهدين وأهلا بكم. ارتفعت درجات الحرارة بشكل إضافي اليوم وأصبحت فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية، حيث يسود طقس حار وجاف في الجبال وحار جدا في باقي المناطق، ومع ساعات المساء والليل تسود أجواء صافية إلى غائمة جزئيا ودافئة في معظم المناطق. ومن المتوقع أن تتأثر فلسطين والدول المجاورة بكتلة هوائية حارة اعتبارا من يوم غد الخميس 17 من أيار، أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك على إثر نشاط منخفض البحر الأحمر من الجنوب مقترن بمرتفع جوي علوي فوق البحر الأبيض المتوسط، وعليه ترتفع درجات الحرارة بشكل تصاعدي وغير مسبوق خلال الأيام القادمة. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام لدرجات الحرارة الصغرى المتوقع أن تسجل لهذه الليلة، ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة 21، رام الله 20، نابلس 22، جنين وطوباس 23، طول كرم وقلقيلية 20، أيضا سلفيت 20، أريحة 25، بيت لحم 21، الخليل 20. وننتقل وإياكم إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة 20، دير البلح 21، خان يونس 20، وأخيرا رفح 21. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى العواصم العربية والعالمية.